شركة تسلا الأمريكية توقع اتفاقية مع مصانع سيارات كهربائية بالصين. تعهدت تسلا بالحفاظ على المنافسة العادلة وتجنب الأسعار غير الواقعية. جرى توقيع الاتفاقية بمنتدى السيارات الصيني بحضور شركات نيو وبي واي دي، جيلي، إكس بينج وتشيري أوتوموبيل. الشركات تعهدت بعدم تضليل المستهلكين والتركيز على المنتجات عالية الجودة. أكدت الشركات على ضرورة دعم استقرار نمو السوق ومنع المخاطر المحيطة. يبدو أن حرب الأسعار تكتب نهايتها في أكبر سوق للسيارات الكهربائية. الحرب نفسها بدأت مع تخفيض تسلا أسعار سياراتها نهاية العام الماضي. لقد انتشرت عدوى هذه التخفيضات سريعاً بحملة قادتها شركات صينية. مبيعات قياسية أعلنت عنها تسلا وبي واي دي في الربع الثاني من هذا العام. مبيعات تسلا بلغت 466 ألف سيارة في وقت باعت بي واي دي أكثر من 700 ألف سيارة.